عليكم ورحمة الله وبركاته. تعرف على الحقيقة، هل ضغط خضر بلومي على المدربين من أجل بروز ابنه؟ تعالوا نسمع. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك. جاموا أبوني وشكرا للجميع. ولفنا انه اللاعبين القدامى اللي كيما انت كيكون عندهم ولد يعني يلعب الكره يبداو يتبعوه ويضغطوا على المدربين في الاصناف الصغرى، وليدي يعرف يلعب مليح وانا وليد بلومي. اول سؤال، هل بشير ضغطت عليه انت مع المدربين تاع المولوديه ولا تاع معسكر على اساس انهم كانوا يلعبوه لانه وليد الاخضر؟ هذا اول سؤال. يعطيك الصحه. اقسم بالله العظيم ولا شوف الاخضر، هذا انا اطرح لكم سؤال هكا، يعني هل انت مشيتيح سواء هنا مشيت مع المولوديه ولا حاليا مع هذا مشيتيح الاداء تاع لا شفنا في المستوى في المولوديه. مع المولوديه كان يسجل اهداف يعني جميله، يعني لا بالعكس. بارك الله اللي كيف بي تاري باتر هذا هو عنده لا تفش ديفات. بارك الله، انا مني كان شير بكم عنده عطيك هذا السؤال على لانه شفنا زرقان مثلا هرب وليده مصطيف وجابوا البارادو باش يجنب الحكايه تاع هذا وليد مالك وهذا وليد مالك هربوا مصطيف. شفنا مثلا قديورة ناصر وليده تعلم الكره في فرنسا ولا دولي. شفنا زياني، نشوفوا اليوم وليد الاخضر اكيد انه راه يلعب في البرتغال، ما يقدرش يكون الاخضر حاضر في البرتغال باش يقدر يعني يدفع بشير الى الامام. انا السؤال اللي طرحته لك من قبيل من جهتك نطرحه دوكا من جهه بشير، ما تشوفش باللي بشير راهو عنده حمل ثقيل فوق ظهره لانه وليد الاخضر ماهوش اي اسم في الكره الجزائريه، راه اسطوره وربما احسن لاعب في تاريخ الكره الجزائريه. هذا الشيء اسكو يعني يدفع بشير الى الامام ولا الثقل تاع اسمك انت راح يعييه شويه؟ انا يفهم ما نديرش ولدي الشارع كيما قلت لك في ايطاليا، انا نشوفه يلعب ماشي باللومي راه لاكي كاليدي، انا طوف وادي نفهم الفوتبول نفهم باللي عندها لي كاليدي، كل ما عندك فرصه لي كاليدي تاعها ماشي كتسمو لي وطن تاعي الوطن. صحيح المدرب ولا ماشي خلينا من الفريق ما نعطوش على الفريق الوطن، هذا في فاهوس كيما قلت لك احسن من راسها في البرتغال، هذا فاهوس عندهم لعاب طوب ماشي فيه انا يلعبوا في البريمير ديفيزيون تيتولار. صحيح ربي يوفقه الاخضر، ربي يوفقه ان شاء الله. ربي يوفقه ماشي غادي يقتلوا باللومي، هذه يقولوا لكم كاع. ربي يوفقه. لا دي كاليتي كوم لي جون اللي كانوا معاه ديجا على بورصه ديال على بورصه هذه هو كان يلعب معاهم ما عطيناش كاع عليهم، بروكس تكوي لي تاليزي ربي ومكتوبه هذا الصوره كاع مكتوبه مكتوبه. هنا نشوفوا بعيد ربي يوفقه الاخضر، ان شاء الله نشوفوا بشير بلا باس افاقل يعني نشوفوا يعني التتمه تاع الاخضر في بشير ان شاء الله. ان شاء الله انا شفت انا شايف قال لي باش في البورتيغال دائما نتفرجهم وكنت نتابع في اوردي في الكوتش ربي ان شاء الله ينصر كيما رايت منه ان شاء الله. ان شاء الله الاخضر عندي سؤال صغير برك واخير.
وين راك تشوف البوست اللي يقدر يزيد فيه بشير بلومي في المنتخب الجزائري؟ واش من هو البوست يعني؟ لا هو شوف لا هو شوف تاع ماتا كونسيدر يعني اللي هو فاتي توفيق ان شاء الله سي الخضر ان شاء الله للجميع خاصه ان شاء الله الشباب تاعنا ان شاء الله الناس انا رساله يعني مثال يعني مثال كنتو مود خاصه المشاهد الكريم ولا جدال تاعنا خمو في الكولا ما تشوفوش لي نون لي نون ربي كاتب هذا وذا وذا يعني صح انا لازم نبلو الفي تاعنا بالتوفيق نبلو بابل صح في التعريف بالتوفيق الاخضر ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله الاخضر بلومي شكرا جزيلا لك نتمنى نشوفوا بشير الاخضر اخر في المنتخب الوطني لما لا في سنوات المقبله ان شاء الله كاع نشوفوا كاع الشباب تاعنا الله يعاونوا باسكو سي تري امبورطون الحاليين لا كوب دافريك هذه ما شاء الله سي تري بارتي سبيسيال بور المونديال سي سان شكرا هذا كتكنيكاليراتور باسكو يعني في المومون دو فورمي ليكيب تاع ان شاء الله هو هذا لو بيت تاع لا يعني تكنيكوني شوف لي بروبل مونديال لازم مونديال ان شاء الله كل حظ معنا ونشاف ان شاء الله